الناس بيجي حجمه والقطر الناس والحرق والمنطقة والناس زي ما في انتهت. أحد أبنائنا كان جاي من ياله هو عسكري نزل وجاي قاطع الزلط فإذا بها اتفاجأ بنفرين واحد عنده كلاش وواحد عنده طبنجة جيب عندك بس تجاب لهم ضرب في محله في محله بس أدونا خبر قالنا يا جماعة عندكم ولدكم ده انقتل هنا قومنا 5 نفر وصلتهم ضربوا منهم كم 2 قتلوهم والثلاثة جريحين بعدها اتحركت حصل شنو الاشتباك ليلا من فوق للجسس مو زم المشاكل بتاع كيرندنغون كانت مشكلة فردية مشكلة كيرندنغتو كانت مشكلة فردية زول تعان ليه وزول كويس مشكلة بتاع حي الجبل برضو مشكلة جنائية بدل الحكومة تطلع بدورها وتقبض على الجناه وتقبض الناس القاعدين حول مسرح الحادث خلت الأمر لحد ما تطور بقى مشكلة خبلية ده ممكن يكون راجع لعدد كبير جدا من الأسباب اللي هي ممكن احنا في جملة ممكن نقول قياب القانون أو هيبة الدولة واحدة من الحاجات ممكن يكون الانتماء للقبيلة أو للإثنية في السودان بصورة عامة في فترة الحكم السابق ممكن يكون أصبحت واحدة من الطرق الوصول إلى الحكم يعني وده ممكن يكون احنا برضو بنرجع لضعف الاحزاب السياسيه انه ما قادره تستقطب المجتمعات على اساس الفكر الحزبي او افكار اللي مفترض تقود المجتمع الى الامام خلال 10 سنوات دي كم 60 مؤتمر صلح أنا كنت مترئيس لجنة كانت صلح بين أهلنا الفلاتة والمسلات والحمد لله يعني مشينا فيها في خطى حسيسة الكلام ده 2016-2017 مشينا فيها في خطى حسيسة وأوقفنا نار الفتنة لكن أنت عارف أهلنا في دارفور كل ما واحد لقى له فرقة كده بيحاول تاني ياخد يعني لأنه قتلوا منه كتير أنا باخد تار لأنه قتلوا مني كده أنا باخد التار وياهو شغالة الشغلة لحد اللحظة دي نحن ساعين وراء أنه الفتن في دارفور يعني أسيا نحن عندنا 3 ولا 4 مشاكل